حضراتي المشاهدين الكرام، من خلال خرير المياه هذا الذي تستمعون إليه، من خلال سخسخة العصافير، من خلال هذه الجبال الشامخة، نبعث إليكم بأعذب تحية. عيون أم الربيع تفجرت من خلال هذه الصخور الجرداء، فأضفت على المنظر جمالا خاصا ورطبته كذلك. ولانت قسوة الجبال الشامخة جبال الأطلس أمام عذوبة الشلالات، فشقت المياه طريقها عبر الصخور، وكأن شيء كل شيء كتب عليه هنا أن يكون رقيقا وجميلا وناعما. هذه المنطقة هي منطقة غنية بمعطيات ديالها الطبيعية، معطيات جيولوجية، معطيات جغرافية، منطقة كذلك غنية بالأناس ديالها. معنا السي محمد، أحد أفراد بل أحد المواطنين اللي تيقطنوا هذه المنطقة، واللي تنطلبوا منه يعطينا وصف في عجالة للمشاهدين الكرام. المنطقة عما تزخروا به من المعطيات الجغرافية، عما تسخروا به من حياة جميلة ومعطيات سياحية إلى غير ذلك. منطقة عيون أم الربيع فهي منطقة جبلية وتابعة لسلسلة جبال الأطلس المتوسط، ومن هنا كاين بعد النهر ديال أم الربيع. نعم، هذا هو المنبع ديالو. هي من هنايا، وهذا الشلال هذا اللي هو كنشوفو فيه هو جاي من يعني بعيد شوية، بشي 15 كيلومتر. نعم. وكيتلاقى هنا مع أم الربيع، يعني كيسقط في المنبع ديال أم الربيع. تيسقط في المنبع ديال أم الربيع اللي كيتفجر وكيمشي حتى غادي حتى الأزمور، حوالي 550 كيلومتر. 550 600 كيلومتر. نعم. وهاد كاع هاد المؤهلات هادو الجبال والاشجار ديال الكروش والارز. نعم. يعني كيأهلها باش تكون منطقة سياحية طبعا، لأن هناك مناظر جميلة جدا كما يلاحظ. فهاد المناظر تبعث وتجذب سياح أكثر لهذه المنطقة هذه. نعم. وهاد المنطقة يعني الناس ديالها كيعتمدوا بالكثرة على تربيات المواشي. نعم. يعني شوية ديال هي أهم المواشي الموجودة في المنطقة في العيون، عيون الغنم والماعز. نعم. هذا الشيء اللي كاين. يلاحظ أن طبيعة الأغنام والماعز عندها القدرة على تسلق الجبال باش تترعى وكتاخذ الكلام، ولفات هنايا وكتطلع ما عندها فين تمشي، كترعى في الغابة وتهوي. نعم، لأن في المقابل تنجدوا في مناطق أخرى اللي هي سهولية، سهولة تلقاو الأغنام تترعى وما تقدرش، ما عندناش قدرة. ربما طبيعة المنطقة هي اللي كتفرض عليها باش نظرا لضيقها ولعلوها واختلاف بنيتها الجديدة. نعم. يعني معتمدين غير كيطلعوا للغابه ويهودوا، هذا هو سميتو ديالهم. وهاد العيون هادو فيهم يعني اللي هما فيهم حوالي 40 عين هنا في هاد النهار هذا ديالهم الرابع. نعم. وزايدون فيهم شي ماء هنايا مالح، شي عيون ديال الماء البارد. نعم. نعم. يعني خارجين في بلاصه واحده، كاين عين حلوه وعين مالحه. لان كما قال لنا احد الاخوان الموجودين في المنطقه نيت، بان كاين جبال تنقسم قسمين، اليمنى عندها طعم حلو واليسرى عندها طعم مالح. وهذه تتنعكس على مجرى الماء، مجرى الماء الماء كيجري هذا مالح، لان كيدوز على شي حاجه. لا لا، صخور. هناك صخور، صخور يعني مالحه كيسير اللي تتسمى. نعم. كاين هناك شي سيد ولا شي رب الجد ديالكم، شنو هو ديال هذه المنطقه هذه؟ تتروج بعد الاساطير. هو الجد ديالنا هو سميتو سيدي علي وابراهيم. سيدي علي وابراهيم. سيدي علي وابراهيم وموجود هذا ولي من اولياء الله. ايه. نعم. وكلهم ابناء المنطقه، كلهم ابناء المنطقه تابعين. بالنسبة للجد الأكبر، وبالنسبة لكم أنتم كفرد وشاب عندكم دراسة بالمنطقة، كيفاش يمكن لكم تأولوا لنا الفترات التاريخية اللي كان عندكم شي علم من خلال الرواية الشفوية ديال الآباء ديالكم والأجداد ديالكم؟ يعني على هذا التكاثر الجد، كيفاش جات
يعني استقر بالمنطقه وكيفاش تكاثروا يعني على ما كيقولوا الجد جا من هو على ما كيقولوا ادريسي نعم جا من فاس من فاس نعم يعني وشنو ابن ايش من فتره في علمكم الفتره بالضبط ما نعرفش ما خديتهاش من الوالد ما خديتهاش ما خديت لان الوالد حتى هو ماشي شي انسان كبير زعما السن الجد ديالكم باقي حي لا لا ما كاينش يعني كاينين الناس كبار هنايا اللي يعني في عمرهم حوالي 100 سنة وما اللي عطوا داك شي زعما ما غير ما مساعداش الظروف باش نسقسي عليها شي موسم شي موسم سنوي للمولى اي كيدوزو لعندو فاش من وقيته كيدوزو عندو في مارس بالضبط شهر مارس شهر يعني مارس. في فصل الربيع أيه. السلام عليكم السلام محمد كيداير بخير لاباس كيداير بخير شحال لاباس يعني كتهضرب بالعربية ولا بالسلحة؟ ايوا شوية العربية شوية السلحة انتم من مولودين من المنطقة شتسماكم من الله بعدا؟ سمو محمد سمو محمد واش كنتي كدير دابا سمو محمد؟ انا اسدي كنت كنتمشى شوية مع السواح هنا لقيت لقيت السواح هنا نعم كنوري لهم كنوري لهم المناطق حاجة حاجة الحاجة مزيانة الحاجة اللي ما عرفو كنوري لهم بحال شنو هي المناطق المزيانة اللي يمكن للسياح يجيو لها اللي بحكم انك تستقبل السياح كيجيو بزاف بزاف السواح هنا شنو هي بحال هاد المنطقة اللي كيجيو لها كيجيو كيشوفوا الكاسكات وكيشوفوا هذوك اللي كيجيو ديال الرياضه المائيه اللي كيجيو اصحاب أيه. الفلوكات اصحاب الفلوكات تينزلوا مع الواد مع الواد كيهبطوا مع الواد كيهبطوا مع الواد حتى الخنيفره حتى الخنيفره نعم وكاينين اللي كيطلعوا في الجبل كيف كيفاش داير هذا الشكل ديال ديال الفلوكه الفلوكات الفلوكات الصغار وكان الكبار وكان الصغار كان شي بعضهم طوال وكان شي بعضهم القصار شنو هي يمكن لك تقولنا الجنسيات ديال السياح اللي كيجيو لهنا باكثريه نعم كاينين أرمان وإسبانيا اللي كيجيو كثار إسبانيين إسبانيين وألمانيين إسبانيين وحتى فرنسيين كيجيو حتى فرنسيين فرنسيين وأنت كتكلم معاهم فرنساوية إوا كنعرف شوية إسبانيونية وألمانية لا 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 كنعرفو زعما غير شوية الفرنساوية أو العربية أو شي حاجة كنتفاهم معاهم وحنا تنشكروك بالألمانية وبالإسبانية وكل لغات وبارك الله فيكم الله يجازيكم على هذا الوصف مزيان الله يعاونكم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأكسجين إنها الحياة حين تتساقط الثلوج من السماء تتحول إلى ماء عذب زلال يتدفق عبر الجبال والصخور إلى النهر ملتقطا في طريقه بعض المعادن مما يعطي الماء نكهته الخاصة هذا ما يفسر لماذا يختلف طعم الماء من منطقة إلى أخرى سورس ديال المنابع ديال الربيع نعم كاين دابا كاين اللي خايفين منه شويه هو كاين التيار المائي مجهد بزاف كاين يعني 4 متر متر مكعب في الثانيه وصعيب بزاف حنا كنتوكلوا على الله وصافي حنا قاعدين ونتمناو على الله باش ما يخيبناش ربي وكاين شي مناطق من هنا حتى الخنيفره كاين حنا عندنا اليوم غادي نديروا القبطان الا سمحتي بغيناك غير تعطينا واحد الوصف ميداني بحكم انكم في الوقايه المدنيه مخصصين في ميدان البحر عندكم تجربه كبيره في هذا الميدان هذه من المنابع ديال المربع حتى الخنيفره غادي تواجهنا بعض الصعوبات في الماء مثلا يمكنك تعطينا صعوبه كاين لي شيت لي رابيد كاين بزاف كاين صعوبات في الملاحه هذه اللي خايفين منها بزاف وكاين مثلا مجرى التيار المائي تيكون غادي في الاتجاه واحد السرعه معينه من بعد تيوقع واحد بعد كيتوقع شي وكنقدروا نطيحوا في هذا هو وشنو الامكانيات اللي ممكن